ونستمع الآن إلى هذه الابتهالات الدينية ويقدمها لحضراتكم فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان المبتهل بالإذاعة والتلفزيون العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه النضرة وتلكم القلوب المشرقة، قلوب اجتمعت على طاعة ربها وعلى محبة سيدنا النبي. بداية نيابة عن أسر الزوجين أتقدم لحضراتكم بالشكر والتقدير لحسن تلبية الدعوة، وأقول لكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ودامت دياركم عامرة بالأفراح، وقد تم بفضل الله عز وجل العقد الشرعي والقانوني بين كل من الزوج الأستاذ منصور سند منصور طعيمة على الآنسة البكر البالغة الرشيدة، الآنسة دعاء مسعود السيد دبل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لهما، قولوا آمين، وأن يبارك عليهما ويجمع بينهما في خير. واللي قاعد معانا هيجي يشحن البطارية صلى على سيدنا النبي، واللي هيمشي برضو ربنا يبارك له، ولكن سيفوته خير كثير انه مش هيردد معنا الصلاة على سيدنا الحبيب. تعالوا نحيي افرحنا بالقرآن وبالسنة وبالابتهالات والدعاء والتضرع الى الله، وبقولها له نور على نور يا سيدي منصور. دي في البداية. تعالوا نصلي على سيدنا النبي. السؤال بيقول بيقول إيه؟ من التي يتزوجها المسلم؟ أتزوج مين؟ سيدنا النبي قال لنا إيه؟ تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الإيه؟ أنا مش سامع، فاصفر بذات الإيه؟ فاصفر بذات الإيه؟ طب صفات إيه ذات الدين دي؟ هقول لك لما تسمعني الصلاة على سيدنا النبي. اظفر بذات الدين والإيمان، اظفر بذات الدين والإيمان. أنا عايزك تسمعني صلاة على سيدنا النبي. تبتن اللي بيحب سيدنا النبي سمعني صلاة عليه بصوت عالي قوي. اظفر بذات الدين تحيا سعيدا، مالكش دعوة، تحيا سعيدا، تحيا سعيدا، هانئ الوجدان، تلك التي في قلبها، تلك التي في قلبها نور تقى، تلك التي شبت على القرآن. تزينت لله عند صلاتها. اللي بيدور على عروسة بيدور على زوجة يقول لك أنا عايزها طويلة، عايزها عود، عايزها حلوة، شعرها إيه؟ اسمع يا خايب، اصفر بذات الإيه؟ اصفر بذات الإيه؟ وتزينت لله عند صلاتها وتعطرت من سنة العدنان.
في صمتها أدب بدا، في صمتها أدب بدا، وتدبر وتفكر في الخلق والأكوان. وكلامها 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 بالذكر. يعني لو اتكلمت بتذكر مين؟ بتذكر مين؟ وكلامها بالذكر يخرج نور لو حرف بالميزان. وانا جاي لك عشان انت احسن سميع في المنوفية. والله انا مين يبقى انت مش معانا، والخسرين هم البعدة. اسمع، احسن سميع على مستوى المحافظة سيدي الحاج سند. وانا بقول لك انا جاي لك النهاردة، انا سايب ميتا في ابو رابه وجاي. مين؟ لا ده انا قايله فرح جنب طهور النهاردة، سيدنا الشيخ عبد الواحد. والله العظيم بقولها له، كل من كان في صحبتك فهو في توفيق من الله. مش بمدحك عشان انت موجود، ولكن جاي لله، مش للانجليز، لله. ايوه سمعني الصلاة على سيدنا النبي. حاضر وكله بحسابه يا عم سالم. حاضر. يا رسول الله. تعالوا نروح لسيدنا الإمام علي ونشوفه كان بيعمل إيه مع السيدة فاطمة، وسيدنا النبي كان بيوصي السيدة فاطمة لما جوزها سيدنا الإمام علي قال لها إيه. بس سمعنا الصلاة على سيدنا النبي. يا رسول الله بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا الفواح. ايوه بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا. لا انت جاي تبالك العريس يبقى لازم تشاركه. تشاركه بايه؟ بتسمعني الصلاه على سيدنا النبي. يلا علي صوتك معايا. بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا الفواح. هشوفك والله بس علي شويه. بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا الفواح، يزوج في كريمته بشوشا في بساطته، يزوج في كريمته ودودا في بساطته، وينفق من محبته بقلب فيه كل سماح. بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا الخلق دي. تعشت ولا لسه؟ اتعشت ولا العشاء قاصر؟ تعش يعني. بعطر نبينا، بعطر نبينا واحلي فاطمة الحبيبة قال علي فاق كل مقال. لفاطمة الحبيبة قال يا رسول الله علي فاق كل مقال. يا رسول الله لفاطمة الحبيبة قال علي كل ما قال يا رسول الله. لفاطمة الحبيبة قال علي فاق
حق كل مقال. انتوا مكسوفين ولا حاجة؟ مكسوفين تردوا؟ تعال يا سودة بتقول يا رسول الله حد احسن منك؟ في حد احسن منك هنا؟ انت بتذكر ربنا وسيدنا النبي، ارفع صوتك. لفاطمة الحبيبة قال علي فاق كل مقال يا رسول الله، وفي الإسلام فاق رجال يا رسول الله، فصونيه بغير جراح بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا فواح، فكان الفرش تقواهم يا رسول الله، وذكر الله غطاهم يا رسول الله، فكان الفرش تقواهم يا رسول الله، وذكر الله غطاهم يا رسول الله، بما في الغيب مناهم بما في الغيب مناهم، وتقوى الله خير فلاح بعطر نبي، بعطر نبي الفواح، بعطر نبي الفواح، عن الدنيا وأرضاه يا رسول، بجلد الكبش أغناه عن الدنيا وأرضاه يا رسول، بجلد الكبش أغناه عن الدنيا وأرضاه يا رسول، وذكر الله حلاه يا رسول الله. يا رسول ايه يا جماعة؟ في ايه؟ في ايه؟ لازم افتح مخي يعني معاكم يعني تشتغلوا. وذكر الله اغناه ووجههم لكل نجاح بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا نبينا الفواح، لكم حملت سقايتها يا رسول الله. لا اصبر علي، اصبر علي، انت بتقول لي انت جبت اللي عندك صح كده؟ صح 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 صح. طب صلي، طب صلي على سيدنا النبي. لكم حملت سقايتها وجرت في الرحايدها يا رسول الله، كم حملت سقايتها وجرت بالرحايدها، وكم سهرت بصبيتها، وما غضبت ولو بمزاح بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا الفواح، بعطر نبينا الفواح يا رسول الله. صلي يا حبيب الله. سيب مصر في حلها، هو يخش على مصر؟ بقول لبلاد الخير أوطار، سيب مصر في حلها. يا رسول الله، هي ليلة العرس، هي ليلة العرس السعيدة سادتي، الله باركها وطابها، وهي هي 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 ليلة العرس.
الفردوسي السعيدة سادتي الله بارك الله باركها وطاب هواها شمس تهادت بالدلال عروسنا شمس تهادت شمس تهادت بالدلال عروسنا وعريسنا قمر يضيء سماء عروسنا شمس وعريسنا قمر عروسنا وعريسنا عروسنا شمس وعريسنا قمر شمس تغادت بالدلال عروسنا وعريسنا قمر يضيء سماء يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله أظن دي سهلة عليك سهلة عليك ودي تقولوها صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم كي نهنيكم آتينا ولواديكم سعينا كي نهنيكم آتينا ولواديكم سعينا يا أخانا قر عينا يا أخانا قر عينا يا حبيبنا يا عرسنا يا أخانا قر عينا واقررا بالذكر عينا صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى على القرآن تاجا لا ترى فيه عجاجا لا ترى فيه عجاجا لا ترى فيه عجاجا واقررا بالذكر عينا صلى الله ما تقول يا عم يا روضة يلي فيك يا روضة يلي فيك التجلي يا روضة يلي فيك التجلي من العلالي لازل تملي على ضيوف الحبيب محمد صلى الله سلم يا رسول الله البس كفاح البس كفاح لما ذكرنا رسول البس كفاح البس كفاح لما ذكرنا رسول الله أشكي لي مين وجدي وحالي الله الله وأقول لي مين النبي غالي
أقول لمين النبي غالي اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المسكوف المسكوف لما ذكرنا رسول الله مسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله طول عمري بتمنى أشوفك الله الله وانظر جمالك وأبوسك الله الله طول عمري كان نفسي أشوفك وانظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في ليل أراك المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله حادث لجدك طمني الله ذكره افضل من شكلك درويز يا حالاتي عادت لي جدك طمن وبذكره افضل من انا من حسين وحسين ما شاء الله انا من حسين مني الله الله انا من حسين وحسين الله الله مين اللي ينكر فضلك مين المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله ست الكريمة بنت الصغرة الله علي المقام نظرة يا طهرة ست الكريمة بنت الصغرة عالي المقام نظرة يا طهرة جودي علينا بالنظرة يا بنت بنت رسول الله المسكوف المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله في ناس من الحب في حيرة وناس من الحب في غيرة في ناس من الحب في حيرة وناس من الحب في غيرة وناس وملها تسعيرة وإحنا اللي في الفردوس وياك المسكوف رسول الله المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول تعال يا عم سند هنا تعال في ناس من الحب في حيرة قل لي صور يا عم هنا صور هنا يا عم الشيخ انت بتصورني بتاع ايه صور مولانا عم الحاج ده صاحب الفرح ده صاحب الفرح قول يا عم الحاج نفسك في ايه مين قول له امضي اشول في ناس من الحب في حيرة الله وناس من الحب في غيرة وناس وملها تسعيرة والله انا بقول لك ما كنتش تفتح مخك معايا بص اهو على الهوا وعلى اليوتيوب في ناس من الحب في حيرة وناس من الحب في غيرة الله الله وناس وملها تسعيرة واحنا اللي في الفردوس وياك المسكوف لما ذكرنا رسول الله الحب فرض ما هو السنة طارق يوصل الله الله حب فرض ما هو قول يا شيخ احمد ربنا يجوزك الحب فرض ما هو السنة الله الله طارق يوصل للجنة
الحب فرض ما هو السنة. طارق وصل للجنة، هاعش في روضة وتهنى بحبيب فؤاد رسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. صاحب العباية النبوية الطائية الهاشمية، صاحب العباية النبوية أو الطائية الهاشمية، الشيخ عبد الواحد العربي وجهك منور بالقرآن. المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، الحب زاد وزوادي. في ناس ما ينفعش الله وراي، ما ينفعش الكلام ده. الحب زاد وزوادي في رحلتي في الدنيا دي، ماليش غير حب الهادي بحبيب فؤاد رسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول فاح لما ذكرنا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل عام انتم بخير وعقبال عنده جميعا.